عبد الرزاق ده مع وابتسامة في التايم اوت. يا سيدي مرحبا بكم من جديد. توا الخمسة واربعة وعشرين دقيقة وقاية أميمة الحشاني. بيوتي بوتي 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 أعجوكم يا مهتا وماش نحكيه على عملية التجميل، على التدخلات زاد التجميلية خلينا البسيطة البسيطة خلينا في البسيطة خلينا نشوفوا شنو يستحق الوجه. اي وخلينا في البسيطه خاطر اجي نقول لك انا راني ما نشجعش على لي زوبيراسيون الكبار الحق نتاع ربي. علاش؟ الا في الضروره القصوى. في الضروره القصوى وزيد والا اذا عبد خاطر تحب ولا تكره العمليه التجميليه راهي تزيدك ثقه في النفس، هكا تحس روحك فيلتر مش ابار قال لها انت تو اموت فيلتر. اي قال لي محمد معاوي اموت فيلتر حاجه مزيانه حاجه مزيانه اللي تحب معناها التدخلات البسيطه. خلينا نقول شوف التدخلات البسيطه اذا عبد يحس روحه انه ثقته بنفسه باش تكمل كي يعملك العمليه، خاطر فما عباد تعقدهم فما عندهم حاجات معقدتهم. الخوف أميمة كي يولي هوس يولي ادمان تولي تركز على وجهك على ديتاي واللي ديفو زاد اللي في وجهك. انا بصح تلقى عنا ديفو محليهم بالحق راه، ولازمك تحب روحك بالباهي وبالخايب اللي فيه. كيف الديفو نتاع اللي يقولوا نتاع السنه نتاع هند صبري اللي هكا عندها سنه هكا شويه كان تعملها تولي نحسها تولي ماهيش هند صبري مش ضحكه هند صبري، هي تو قادره باش تعمل الهوليود سمايل وقادره باش لكن لا هي اوريجينال بك الابتسامه نتاعها. دونك برشا حاجات عندنا لازمنا ما نخليهم كيما لا هو. وانا ما نشجعش عليه يا حذيمي لانه راهو عمليه جراحيه تقعد عمليه جراحيه فما عباد صحتهم مثلا ما تسمحش. انا بيرسونيلمون جي لانيمي سيفير عندي فقره دم قوي برشا ما نجمش نخضع لعمليه جراحيه مثلا كبيره. توا حتى كي عملت انا عمليه معناها انستيزي لوكال حكايه فارغه معناها حكينا على اللي عملته انت. والله انا عملت اللي بريسك ولاو يعملوا فيه الكل توا. انا عملت لي بودو بالمونتون ايوه يعني حتى البنج موضعي يعني مش بنج كامل وعمليه بسيطه جدا اخذت مني 20 دقيقه 20 دقيقه قد الفقره ما والله 20 دقيقه لكن ما شاء الله هكا ترى فيتخ اي فيتخ ما شاء الله ما شاء الله. تنقدموا لها تحيه الدكتوره. شكرا لها يعطيها الصحه الدكتوره خدمه ممتازه والله ما شاء الله وطوره وجهي مازال منفوخ مازالت الريزلتات تاع معناها الجمعه الجايه نشوفوا الفلتر مش نقعد كل مره نتفلتر بلاد تونسي سيدي قاعدين نتفلتر شنو نعملوا بربي. دعم نحكي شوي زاد على البوتوكس نحكي على الفيلر شويه اللي هما على التقنيه الجديده نتاع الميكرو بليدي الميكرو نيدلينج والميزوثيرابي والحاجات هذوكم احكي لنا. بالنسبه للعبيد اللي ماخذين فكره راهو عمليه تجميل مش فما حاجات بسيطه يعني ما تكونش فيها تدخل جراحي حتى بالابر يعني تنجم تعمل فيلر وفما عبيد ما تفرقش بين فيلر وبوتوكس. اي ديجا حكيت لكم عليه خنفسر لكم امان خنفسر لكم. تعرفوا الفرق شنو هي الفرق بين فيلر وبوتوكس؟ تسأل في أنا أميمة قلت فسرت لها معا ليه فسرت لهم الأخصائية دونك الفيلر والبوتوكس. البوتوكس راهو ما ينفخش يعني جوست نستعمله الأكثر للي يغيد دونك العبيد اللي عندهم تجاعيد باش يخلي البو هكا تحسوا إفي ليفتين كعام. وشنية المادة شنو الفرق ما بين المادة اللي في الفيلر وما بين المادة اللي في البوتوكس؟ بون المادة اللي في البوتوكس تكون أكثر أقوى من الفيلر. واللي في الفيلر تعبي يعني تعبي المناطق كيما الخدود كيما الشفايف اوكي كيف مثلا هوني الدقن هذيا. لكن البوتوكس يعرف نرفعوا به مثلا حاجب نعبيو به التجاعيد باش نخليو البو هكا هكا البلايص اللي هكا هكا اكزاكتومون سا. فما جدا التقنيات جدا جديده توا طالعه كيف الميكرو نيدلينج والبيلينج ولا دونك اللي هو الوخز بالابر ايوه دونك هو فيه برشا فيه عظيم. تو شفت انا لوبيراسيون كوميم هي شويه هكا حاجه بسيطه اما تضحيه قدام الجمال. انا على الاقل فما ترا شويه ديتراس ترضريل ابين لكن شفت في الميكرو نيدلينج راه الوجه يقشر ويتشوه تحسوا تحرق الجلده تتحرق. علاش؟ خاطر هيك الجلده الميته الكل باش تنحى اوكي باش تخرج من قشرتها تخرج من قشرتها باش تنفخ البلايص. يا سيدي تفسروا لنا غوي والله باش تبدل قشرتها هيك القشره اللي هذيك الجلده الميته الكل تتقشر وجهها تحس تخليك بلايص كحل هكا وكل لكن بعد يعطي نظاره غير عاديه بعد لباس اي اما راه اقل حاجه لازم بون يختلف عدد السيونسات من حاله الى اخرى لكن لو مينيموم لازم 3 سيونس باش تحصل على ريزولتا باهيه. وصف الانج الكل هذوما اللي بالانج دونك هذايا الميكرو نيدلينج. فما البيلينج زاد ما يبعدش برشا البيلينج زاد العبيد اللي عندهم تصبغات زاد في البشره نتاعهم دونك هو يحمي. وزاد فما توا حاجه دايرجه برشا 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 اللي هي الكولاجين في البو دونك نزرقوا الكولاجين وكل باش وفما ماده زاد يزرقوها باش تعزز الكولاجين في الوجه دونك عالم 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 البحار عالم كبير جدا. انا بوغ راني بور
انا بوغ على الاخر زيد كل شيء يعني. شنو هي كل شيء؟ يعني اي سواء بتدخل جراحي سواء باي حاجه زريرق بنواحها. شوف اي حاجه باش تزين المراه زريرق تجميليه يا جماعه باش يشتقلبوها تقولوا حاضمي تحكي لنا الحاجه. لا لا وتخلي المراه كي تغزل روحها في المرايه خاصه انا ما يهمنيش في العبيد شنو هي راهو ولا هما يعجبهم ولا ما يعجبهمش. انا برشا يقولوا لي امي معليش ساعه محليك علاش باش تعمل لك الحاجه محليك. اوكي نعرف محليني انا باش نولي احلى. اوكي نعرف روحي محليك باش نولي احلى. دونك ليسونسييل انت كي تغزل روحك في المرايه تشيخ على روحك. هذه هذه حريه هذه كل واحد حر. والمثاليه زاد المثاليه راهي كذبه ما فماش حاجه مثاليه. دونك زاد ما تخليوش روحكم عندكم ياسر كلها وس نعمل هذه ونعمل الاخرى ولا يمكن نزيد هذه. لا 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 اقبلوا 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 روحكم كيما خلقكم ربي. وكان ثم شويه اضافه ما يسالش ولكن ما تبدلوش بربي الملامح نتاعكم. رانا نحبوكم كيما انتم. شكرا لكم ميما وديما محليكم ميما. يعيشك حتى انت محليك. عايشك شكرا لك. شوي اخر طلع لكم ملك الدوزي. ملك عندها ديديكاس كبيره برشا من سعاد عدوله تاكسيست مسلم عليها برشا قال محليها صوت البنات الصغرونه اللي عندكم في الاخبار. طبعا 5:30 على كابا فاما.